بقتش عيشة. لما انت لازم تشوف لك حل. انا زهقت ومش قادرة استحمل. زعقي يا رحاب زعقي، ما ده اللي انت محافظة عليه من ساعة ما اتجوزنا، الصوت العالي والريموت كنترول. اتفضلي. ايه انت كمان مش عايزني اتكلم؟ لا ده انا هتكلم واتكلم وعلي صوتي واسمع الجيران وجيران الجيران. لا هاتي الجيران، هاتي، انا ما عنديش حاجة خاف منها. زعقي ولمي لي الجيران، اما هي عوايدك يعني هتشتريها منين؟ وايدي جديدة. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات. اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج مجدي؟ اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا. ازيك يا ام شيماء؟ اتفضلي. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. هل سي 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 هل هل اوكي. قبل ما نبدا مؤتمر الفضيحه الزوجيه رقم 314، احب ارحب بساده الضيوف اللي منورينا. نقفل الموبايلات لو سمحتم. وانا مستغرب الحقيقه ان انتوا جيتوا مع بعض كده في ميعاد واحد، ولو ان الخناقه بدا قبل ميعادها النهارده. طيب في اسئله؟ اتفضل. فيه محمد صلاح في الدور السابع. الدور السابع؟ انت جوز مدام اعتدال؟ اه بالظبط كده يا فندم. اخبارها ايه؟ ما جاتش معاك ليه؟ لا بس هي بس راحت تجيب حاجات من اخر الشارع، وبعدين هتبقى تتفرج في الاعاده في التلفزيون. لا تتفرج الاعاده في التلفزيون ليه؟ دي ممكن تتابعنا دلوقتي، لان احنا صوتنا جاي باخر الشارع منوره يا اعتدال. اتفضل يا استاذ اتفضل. كنا عايزين نعرف اسباب الانفجارات اللي بتحصل يومين يا فندم. لا لا انفجارات ايه؟ انا انفي الكلام ده. دي حضرتك بتبقى حوادث فرديه. يعني مثلا النهارده كان في طاجن باميه في الفرن اتحرق، عمل انفجار بسيط، ودي حاجة نادرة جدا بتتكرر كل يوم. طب معلش السؤال موجه للزوج، هل في اتجاه للتسوية؟ لا لا استنى، ايه اللي موجه للزوج؟ انت تحب انا اوجه سؤال لزوجتك؟ انا جاوبك عن التسوية. لو قصدك انها بتسوي حاجة غير البامية اللي اتحرقت، لا يا فندم، احنا عندنا التونة بتتحرق. لا تعليق، انا ارفض ان انا ارد على السؤال ده. ما هو انا يا بيه لو اعرف مواعيدك كان زمانك رجعت لقيت الاكل جاهز. لا 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 بس بس ثانية واحدة. ايه اللي هي ايه؟ في ايه؟ هي شعارات؟ لا انا اديكي شعار حالا، مش هاكل اكل ريحته شياط، عاش الشيبسي والبقسماط. يا لهوي ده جاب جاز. لما حد عطس حد. اتفضلي يا فندم. سؤال. نسرين الزيات، جارتكم في الدور الارضي، احنا بنسمع عن حوادث اختراق للحدود، هل فعلا في اختراق للحدود؟ لا لا لا، عشان هي يعني احيانا بتسمعيها تقول الزم حدودك لا مفيش اختراق. لا في اختراق للحدود، وكان في مناوشات اوقات كتير جدا وكانت بتقعد بالساعات. انا مش عارفه ليه، مع ان كل حاجه كان بيطلبها مني كنت بعملها له. محدش عبرك يا خبر ابيض. في واحده سقفت. دي صاحبتك واكله اصلا انت جايباها. يا رب ما تحطيني في الموقف ده ابدا. احراج احراج. طيب يا جماعه في اسئله تانيه؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. مروه شلبي من الشقه المفروشه. ايه ده؟ انت معانا في العماره من زمان؟ اه يا فندم. شوكت. اتفضلي. جرى ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي وقولي سؤالك باختصار. بالنسبة لمشكلة اللاجئين، ايه الإجراءات اللي هتتخذ؟ مفيش لاجئين، مفيش لاجئين، لا احنا ما عندناش، لم ولن يكون عندنا لاجئين. لا الحقيقة بقى ان احنا عندنا لاجئين، صحاب ولاجئين عندنا طول النهار في البيت. انتوا مش أغراب، انا حاولت كتير اعمل مذكرة تفاهم بس مفيش فايدة. لا لا لا، لو هنفتح ملف اللاجئين بقى يبقى نفتح بقى مامتك وباباكي وخالاتك وقرايبك اللي لاجئين عندنا في البيت طول الوقت عاملين اعتصام. خلاص 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 يا جماعة مفيش لاجئين. أيوة كده. السؤال اللي بعده اتفضل. في شائعات متداولة يا فندم انه هيتم اعلان حالة الطلاق. لا 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 انا ما احبش بقى الافوارة بتاعت الاعلام وحالة الطلاق. وليه ليه ليه كده؟ ليه نتاجر بمشاكل الناس بالشكل ده؟ احنا الوضع مستقر جدا والحمد لله، يعني بنمارس اقصى درجات ضغط النفس، قصدي ضبط النفس. فلة البيت فلة يا اخوانا، ما شاء الله ما توصلش للطلاق والكلام ده. لو انها فكرة لطيفة طلاق. شوكت اخص عليك. ايه ده؟ هو انت حاطط الاغنيه بتاعتنا رنت موبايلك؟ ما انا امبارح بقى لقيتك مطلعه الالبوم بتاع الفرح على الكومودينو، فافتكرت ايام زمان وكده. انا كنت بتفرج على الصوره اللي بنطلونك كان مقطوع فيها دي. ايوه انا شفت اللي بعدها اللي هو انا كنت بلبسك التورته في كتفك. اه يا شوكت ده زي ما يكون امبارح. لا لا حبيبتي، امبارح ده كان بوكس في كتفك يعني. لا بس كتف قانوني محبة. أوه. يعني يا حبيبي وانا اقول وارم ليه؟
رحاب، انت اجمل ورم في حياتي. بصي بصراحه انت استحملتيني كتير، انت فعلا الام والزوجه والصديقه. لا لا ثانيه، لا انا كنت شغال بكمل. عايزين تروحوا ولا ايه؟ دقيقه رحاب، ربنا ما يحرمنا من الهبل ده يا حياتي. امين يا رب. بالنسبه للاستاذه بتاعت الشقه المفروشه، يا ريت تسيب رقمها في الكنترول. ممكن نسقف؟ شكرا.